هناك يا فضيلة الشيخ من يقوم بعد الانتهاء من السعي بأخذ مقص ثم يقوم بالتقصير لنفسه، وذلك بأخذ جزء من أعلى الشعر وجزء من أسفله وجزء من يمين الرأس وشماله، ويقول هذا الفعل يجزئ لأني قصرت من جميع جوانب الرأس، فهل هذا الفعل صحيح؟ قال الله تعالى: وكان الإنسان عجولا، هذا من العجلة، وكان على الإنسان أنه يترفق في أمور العبادة، ولا فإذا أراد أن يقصر يخلي واحد يقصر له، يخلي واحد يقصر له يعمم رأسه، أما هو ما يقدر يعمم على رأسه، ما يشوف كل رأسه، فكان أنه يتأنى ويروح للحلاقين أو يروح لأحد زملائه يخليه يقصر من رأسه من جميعه. نعم.